أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكذلك يجتبيك ربك
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ودينا قائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وعمرا طويلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين askere gidecek olan bu kardeşlerime Bu kardeşimize sağlık ver Allah'ım, sıhhat ver, afiyet ver, huzur ver Allah'ım. Memleketine, vatanına, milletine en güzel bir şekilde hizmet etmeye nasip eyle Allah'ım. Her türlü bela ve musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Kahru perişan eyle Allah'ım. Kahru perişan eyle Allah'ım. Şehit olan bütün askerlerimize, polislerimize ve vatandaşlarımıza rahmet eyle Allah'ım. Amin. Bi hürmet seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين.
رضاء لله تعالى الفاتحة.